حازم انت انت بتلعب، انت شفت في نهائي افريقيا في الدور قبل النهائي بتاع افريقيا الرجاء والوداد بيلعب جوه ارضك زي بره ارضك، يعني الجمهور مضيع صح جزء كبير جدا. بس برضه عايز اقول حاجه، احنا برضه يمكن هنتكلم على الدوري المصري والفار والحاجات دي، يعني ماتش برضه بتاع ليفربول وبرايتون جون صلاح جون ما فيهوش حاجه خالص انش. لا يعني ولا انش، انا مش عارف، انا حاسس ان ما فيهاش حاجه خالص يعني. الفار طلعها بقى يعني وحسب بينت عليه وفي اخر ثانيه بينتي برضه غريب جدا. فيعني كان ماتش صعب ليفربول، كان اقرب انه يبقى 2-0 فجاه بقى 1-1. يعني اعتقد المنافسه تفضل توتنهام وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي لغايه الاخر. مين يعني افضل مباراه من وجهه نظرك؟ يعني الاول عايز اتكلم طبعا على موضوع ليفربول، لان اول مره نشوف يورجن كلوب من اول ما مسك ليفربول اندر بريشر، تحت ضغط، تحت ضغط من الميديا. وانا في رايي ان هو لاول مره احس حازم ان يعني طول عمره كلوب مميز ان هو بيعرف يتعامل مع الميديا، وان هو هيز اولويز سمايلينج، هو دايما مبسوط ودايما حتى هو مغلوب ان هو بي 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 بيشيب بلعبته. ابتدى بقاله من اول الموسم ده، من تاني اسبوع ثالث اسبوع ابتدى يعني مورنينج، يعني على طول بيشتكي من الايرلي كيك اوفس، من الـ من الـ من الـ من هم بيبداوا 12 ونص كيك اوف وهم جايين من اوروبا، بيشتكي من الخمس تغييرات اتلغوا، عملوا اجتماع رابطه المدربين بتوع البريمير ليج للانديه المندوبين، في انديه وافقت على الخمس ان عوده الخمس تغييرات وانديه رفضت، اتهامات متبادله ما بينهم ما بين المدربين. كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد بيتهم يورجن كلوب ان هو اناني، ويورجن كلوب بيتهمه ان هو اللي اناني. اول مره اشوف كلوب او احس، انا ما اعرفش انت رايك ايه، احس ان هو مشتت في جزء منه. انا مديله عذره الاصابات اللي كابتن حازم اتكلم عليها، انه عنده اصابات غير طبيعيه في لعيبه مهمه جدا في اماكن مهمه جدا في الملعب. لكن انت خلاص وصلت لمرحله ان انت خلاص الشكوى مش هتجيب نتيجه، خلاص في يعني طلع. نفسي تشوف يا سيف اللي ما اعرفش شفته ولا لا، الانترفيو اللي بينه وبين البريزنتر بتاع بي تي، بيتخانقوا مع بعض، خانقوا مع بعض. ده بيقول له، بيتهم البرودكاسترز، بيتهم البرودكاستر اللي هو القنوات الناقله، بيتهمهم ان هم جشعين وان هم السبب الرئيسي في 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 اللي بيحصل، في الاصابات اللي بتحصل للعيبه، وان هم السبب الرئيسي. والراجل بيرد عليه بيقول له احنا مالناش دعوه، البريمير ليج هو اللي بيوافق. دخل نفسه في متاهات كان عمر كلوب ما بيخشها، كان طول عمره بيطلع مغلوب بيضحك بيتسلى. ما بتبقى تحت ضغط ما بتلعبش تكتيك ولا برجلك، تشتغل ببقك وتشتغل بقى باسباب كتير بره الملعب. مع انه يعني هو في موقف مش سهل، لكن في ماتشات صعبه قدر كان عنده مشكله في الشامبيونز ليج، كان لازم يكسب امبارح الماتش. لو ما كانش كسب كان هيخش في مشكله كبيره، يعني لولا فوز امبارح كان هيخش في حته ان هو ممكن يبقى اخر ماتش متعلق يلعب ولا ما يلعبش الشامبيونز ليج. ففوزه على الـ على الـ على اياكس امبارح ريحه برده شويه، لان موقفه كان صعب جدا. كان امبارح يعني بعد ما كسب بقى اول مجموعه، بس الفرق نقطه او نقطتين عن الثاني والثالث، فدي عامله له كانت مشكله.